اليوم إن شاء الله سوف نقدم لكم ورشة تشكيلية بطابع تعبير من تشكيل. لي إن شاء الله غادي نحاولوا نعتمد في هذا الأساس على الحرف العربي. لأن عندنا التي تضم طبعا مجموعة من الحروف العربية. ثم غادي نوظفوا في الورشة ديالنا مجموعة من الأدوات والأسئلة. إذا نتعرف على هذه الأدوات. إذا نحتاج بطبيعة الحال قلم رصاص، مسطرة، من الأحسن أنها تكون بطبيعة الحال طويلة، ثم قاطع أو مقص، ثم نحتاج فرشة أسنان، ثم مجموعة من الفرش ديال الأسباب اللي من الأحسن أنها تكون بأحجام مختلفة. ثم نحتاج بطبيعة الحال قطعة من الورق المقوى وكنسوخ، وطبيعة الحال مجموعة من الأسئلة الملونة وأخرى بيضاء. إذا بعدما تعرفنا على يعني الأدوات واللي كيدخل منها كذلك حتى الأصباغ، يعني الصباغة البيضاء والصباغة السوداء، غادي نحاولوا إن شاء الله أننا نمشيو للتطبيق. إذا بداية سوف نأخذ الوثيقة التي تحتوي الخط العربي. إذا كنعرف جميعا على أن الخطوط تتنوع وتختلف، وهناك مسميات عديدة، منها مثلا الخط الثلث، الخط النسخي، الخط خط الرقعة، إلى غير ذلك من أنواع الخطوط. إذا احنا اخترنا اليوم هذه الأنواع هذه، ماشي مشكلة ثم إذا توفرت لكم يعني أنواع أخرى من الخط فتليق لنفس الأعمال. إذا نأخذ الأنسوخ ونختار يعني حرف من الحروف، مثلا الميم أو السين أو الحاء، مثلا نأخذ الحاء ثم نحاول أن نقوم بنسخها. إذا أثناء النسخ نحاول الحفاظ على يعني بنية الحرف وهويته، بمعنى أننا نكون دقيقين في العملية ديال النسخ. ثم بعد الانتهاء نأخذ الورق المقوى. إذا الورق المقوى غادي نحاولوا إعادة هذا الحرف، إعادة نسخ هذا الحرف على الورق المقوى. إذا نضع الأنسوخ فوق الورق المقوى، ثم نقوم بقلب الأنسوخ ونحاول يعني إعادة نسخ الحرف على الورق المقوى. إذا الآن سوف نحاول أن نقوم بقص هذا الحرف من الورق. إذا لدينا طريقتين لقص هذا الحرف، إما أننا نستعمل القاطع أو نستعمل المقص. إذا انتهيت من عملية القطع، الآن سوف أحرر الحرف ديالي من الورق المقوى لكي أحصل على هذا أو هذا الشكل أو هذه النتيجة. إذا حرف الحاء. إذا سوف نختار، سوف نقوم بنفس العملية مع حروف أخرى. إذا قمت أنا مسبقا بإعداد مجموعة من الحروف. إذا لدينا مثلا حرف الحاء، حرف الفاء، ولدينا حرف الياء والعين، مثلا العين والسين ومثلا الميم. إذا هذه كلها حروف قمت بإعدادها مسبقا لكي بطبيعة الحال نختزل الوقت. الآن سوف نقوم بتركيب هذه الحروف، بمعنى سوف نستعمل الحرف في إنجاز تركيب حروفي، تركيب حروفي أو تركيب مكون من مجموعة من الحروف. إذا
غادي نحاول ان شاء الله ناخذ السند اللي غادي نركبوا فوق منه هذه الحروف. اذا بالنسبه للسند ديالنا ممكن ان يكون سندا ابيضا او ممكن ان يكون سندا ملونا، مثلا اسود او مثلا اصفر، لنا الاختيار في اللون. اذا بالنسبه لي غادي ناخذ انا السند الاسود. اذا غادي نحاول انني احدد واحد المساحه اللي غادي تكون هي اللي كتحتوي التركيب. اذا هذه المساحه غادي نحاول ان شاء الله اننا نسطروها بقلم الرصاص والمسطره، نحددها بقلم الرصاص والمسطره. مثلا غادي نجيب هنا الجانب ديال الورقه وغادي ناخذ واحد القياس معين، شوف كل واحد الاختيار ديالو. اذا مثلا انا غادي ناخذ مسافه ديال 5 ديال السنتيمترات مثلا. اذا انا عندنا 5 سنتيمترات هنا، عندنا مثلا كذلك 5 ديال السنتيمترات هنا، ثم يعني اصل ما بين النقطتين اذا هنا حصلت على الاطار. ربما في الشاشه يكون ما كيبان لكمش، علاش؟ لان السند هو اسود، ولكن بالنسبه لي كيبان. اذا اعددت الاطار الذي سوف يحتوي التركيبه ديال الحروف. غادي ناخذ سند اخر وغادي نحاول انني ندير عليه نفس الاطار بنفس القياس، يعني 5 سنتيمترات 5 سنتيمترات 5 سنتيمترات، وطبعا الحال نشكل واحد الاطار الداخل. اذا قمت مسبقا باعداد هذا يعني الاطار، هو هذا اللي عندنا هنايا، انا حصلت عليه، يعني رسمت الاطار ديالي وفرغته من الوسط، فرغته من الوسط. اذا بعد ذلك سوف نحصل على هذا الاطار. ناخذ السند ديالنا اللي هو الاسود، نضع فوقه السند الابيض اللي هو غادي يكون بالنسبه لنا كاطار، وغتبقى تبان لنا واحد المساحه سوداء في الوسط. اذا هذه المساحه السوداء سوف اركب فيها الاحرف ديالي. اذا التركيب من الاحسن انه يكون تركيب اللي فيه واحد النوع من التوازن. مثلا غنجيب مثلا العين هنا، ناخذ مثلا عين وحده اخرى مثلا باش نحافظ على ذلك التوازن، ثم ممكن ناخذ مثلا حرف الميم ونوضعه مثلا بهذا الشكل هذا فوق يعني حرف العين، ثم ناخذ كذلك ميم نفس الحرف، دائما في اطار يعني الحفاظ على التوازن وخلق تركيب اللي هو يعتمد على التناظر او التماثل. ثم ممكن انني نجي هنايا في الاسفل وندير مثلا حرف الفاء بهذا الشكل هذا مثلا، ثم ندير كذلك حرف الفاء بهذه الطريقه هذه، يعني غادي نديرهم يعني فوق بعضياتهم مثلا، وبالتالي غادي يعطيني واحد التركيب اللي هو يعني متماثل، يعني الشق الايمن نظير الشق الايسر. اذا ممكن نحتفظوا بهذه التركيبه هذه، الا شفنا اننا ممكن بغينا نغيروها ممكن نغيروها. اذا بالنسبه لي انا كتجربه غنحتفظ بهذه التركيبه هذه. ممكن ان يعني ننشط الاشتغال ديالنا باستعمال يعني اشكال زخرفيه، اشكال هي قطعتها مسبقا، اشكال زخرفيه ممكن طبعا الحال اننا نوضعوها مع العمل ديالنا مع الحروف ديالنا باش يعني تعطيها واحد شويه ديال الديناميه وتعطيها واحد شويه ديال النشاط، او يعني تزيد تزيننا الاشتغال ديالنا مادام انه يعني هو ذو طبيعه ابتكاريه تشكيليه تعبيريه ابتكاريه. اذا ممكن نحتفظوا على هذه النتيجه هذه، ممكن ندخلوا كذلك حتى النقط العاديه، مثلا ناخذ نقط لان كنعرفوا على ان الحرف العربي هو في الاصل ديالو راه نقطه، ياك؟ اذا ممكن ناخذوا نقط، ممكن نديرهم هنا، نديرهم هنا مثلا، ممكن ندير هذا هنا، نرجع هذا هنا، إذا جوج ديال النقاط،
اذا ممكن نحتفظ على هذه التركيبه. ثم بعد ذلك غادي ندوزو للعمليه ديال الاستباره. الان غادي نقوم برش هذا السند المتبقي. اذا الاحرف ديالنا فهي تغطي مساحات، بينما هناك مساحات اخرى مكشوفه. هذه المساحات المكشوفه غادي نحاول ان شاء الله اننا نغطيوها بسبابه بيضاء ونشوفوا النتيجه، نشوفوا النتيجه اللي غتعطينا. اذا غادي ناخذوا السبابه البيضاء ونضعوا واحد الكميه منها يعني في اللوح ديال الخلط. ثم غادي ناخذوا الفرشة ديال الأسنان وغادي نحاول أننا نمرضوها بالصباغة ونعمرو بالصباغة ونعمرو الفرشة ديال الأسنان بالصباغة، ثم نقوم بالعملية ديال الرش. نحاول أن الصباغة ديالنا ما تكونش يعني مميهة بزاف، تكون شوية كاملة باش يعني ما تعطيناش يعني نقط كبيره، تعطينا نقط اللي هي صغيره. اذا كنحاول اننا نمررها على المناطق المكشوفه في العمل ديالنا. اذا استعملت هنا اللون الابيض لانه نقيض للون الاسود، يعني غادي يبان. ممكن ان في اسنده اخرى اذا استعملت مثلا لون ابيض ممكن تستعمل مثلا الوان مختلفه، او تستعمل مثلا اللون الاسود على اللون الابيض. اذا بالنسبه للاختيارات كتبقى من بعد ان شاء الله ملي نفهم الطريقه ديال الاشتغال ديالنا كتبقى يعني الاختيارات ديالنا مفتوحه بالنسبه لاستعمال يعني الالوان. ممكن نستعمل تدرج اللون، ممكن نستعمل مثلا الوان مختلفه متضاده، ممكن نختار مثلا الالوان المتضاده بحال مثلا يعني الاحمر و مثلا والاخضر، الاحمر والاخضر. اذا نردوا بالنا من مثل هذه النقط اللي كتكون يعني شويه كبيره، نحاولوا اننا ما اذا كنبقى واحد تغطي تقريبا المساحات يعني كلها. اذا كنبقاو حتى كندوزو واحد الكثافه معينه ديال الابيض، ومن بعد كنحاولوا اننا نتسنى واحد شويه حتى كنشوف واحد شويه الصبغه، ثم كنحاولوا اننا يعني نحيدوا اولا الاطار، وكذلك يعني نحيدوا حتى هذوك الحروف اللي درناهم. اذا كنحصلوا على هذه النتيجه. عندنا هذه النقطه البيضاء ممكن طبعا الحال اننا نصلحوها فيما بعد، نصلحوها. اذا عندنا هذه النتيجه هذه. اذا بعد ذلك ممكن ان نقوم طبعا الحال بتعطير يعني العمل باستعمال يعني اشرطه ورقيه بيضاء، او باستعمال مثلا المبيض، القلم المبيض مثلا. اذا احنا قمنا طبعا بحد العمليه ديال التقطير ديالو، وعطرنا واحد العمل اللي هو يعني فيه جماليه، فيه ابتكاريه، فيه طبعا بحال بعد التشكيل. عندنا نماذج اخرى ممكن طبعا بحال اننا نستانسوا بها، واللي ربما انها تصايبت في ظروف ربما مغايره لها الظروف هذه اللي كنصوروا فيها. اذا عندنا مثلا هذا العمل هذا كما كتلاحظوا، عندنا كذلك هذا العمل اللي صوبناه على خلفية بيضاء واستعملنا كذلك اللون يعني الأسود. إذا كيف ما كتلاحظوا هنا التركيبة ديال الحروف اللي كاينة هنايا فهي طبعا الحال مغايرة للتركيبة اللي استعملنا هنايا. فهنا استعملنا الفاء والعين أو الغين، وهنا استعملنا الحاء واستعملنا العين واستعملنا الميم. كذلك ممكن طبيعة الحال أننا
يعني هذه التجربة هذه ممكن أننا نطبقها يعني في اشتغالات أخرى من غير الاشتغالات طبعا الحال اللي كتكون على الورق. فممكن مثلا أننا نستعمل يعني نستعمل مثلا صحن اللي هو مثلا الطيني ينقوه كذلك بنفس التركيبة ولكن التقنية غتكون مغايرة، ما غنستعملوش طبيعة الحال الشيتا ديال الأسنان فرشاة الأسنان وإنما غادي نستعملو يعني الصباغة بالفرشاة ديال الصباغة. إذا كنتمنى أنتم كذلك أنكم تكونوا بتجربة هذا العمل هذا وتشتغلون على الحرف العربي وتكتشفون متعة الاشتغال على هذا العنصر اللي هو ينتمي إلى طبعا الحال هويتنا وتراثنا. وأتمنى لكم طبيعة الحال تجربة ممتعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم اليوم طبعا الحال في هذه الورشة التي هي ذات طابع ابتكاري اللي من خلاله ان شاء الله نحاول نشتغل على واحد الموضوع اللي هو ربما انه قد يكون معروف لدى الجميع الا وهو موضوع الروبوتات او الانسان الالي او ما يسمى بمصطلح عليه الجسمانه. اذا بالنسبه للورشه ديالنا غادي نحتاج فيها واحد مجموعه بطبيعه الحال من الادوات والمواد. اذا نعرف بهذه المواد والادوات. إذا سوف نحتاج مجموعة طبعاً من المجلات، كذلك غادي نحتاجو مقص، وغادي نحتاجو مسراق، وغادي نحتاجو قلم لبد أسود، ثم سوف نحتاجو إلى سند أبيض لكي نركب عليه يعني الموضوع اللي غادي نشتغلو عليه. إذا نمر إلى الاشتغال إلى الموضوع اللي غادي نشتغل به. إذا كما سبق وأن قلنا أن الموضوع يتعلق بروبوت. إذا سوف نحاول أن نبحث في المجلات عن صور لأدوات مثلا تجميل أو تنظيف أو مثلا أكسسوارات أو مثلا بعض الأجهزة ديال المطبخ أو مثلا هواتف أو ساعات أو شيء من هذا القبيل. إذا قمت أنا مسبقا بالبحث عن بعض الصور مثلا عن نقاورة عطر، مجموعة من القارورات ديال العطر، عندنا أدوات ديال التجميل، عندنا مثلا بعض الأكسسوارات كالنظارات مثلا وبعض الحلي، تلفاز إلى غير ذلك. إذا غادي نحاولوا أننا نقوموا بالعملية ديال تقطيع ديال هذه الأدوات بحيث أننا نفصلوها عن الصفحات اللي جات فيها. إذا غادي نحاولوا أننا نقصوها، نحاولوا أن العملية ديال التقطيع تكون عملية اللي هي متقنة بحيث أننا دائما أثناء التقطيع ديالنا لهذ النماذج هذه نخلي واحد الهامش صغير يحيط بها، يعني ما نقطعوش مباشرة على الحد لأن في بعض الأحيان قد نتجاوز الحدود و يعني نقوم بإفساد يعني الصورة. إذا نقوم بهذه العملية حتى نجمع مجموعة، نستطيع مراكمة أو جمع مجموعة من الأجهزة والأدوات والأكسسوارات. مثلا كما هو الحال لدينا مثلا هنا مجموعة من الأكسسوارات. إذا هذا عبارة عن مكنسة كهربائية، جزء من مكنسة كهربائية، مسجل، قارورات مثلا عطر، أدوات تجميل، كاميرا. ليس بالضرورة أن نستعمل يعني الأشكال كاملة أو يعني هذه الصور نستعملها كاملة، ممكن أن نستعمل فقط يعني أجزاء منها إذا كانت تناسب يعني اي جزء من جزء من الاجزاء ديال الروب. ثم نبدا بالعمليه ديال التركيب ديالها. اذا ملي غادي نركبوا مجموعه من هذه الادوات ويعني الصور ديال الادوات وديال الاجهزه غادي ندوزوا للعمليه ديال التركيب ديالها.
إذن سوف أخذ سندا أبيضا وأحاول أن أقوم بعملية التركيب. إذن عندما أريد أن أركب دائما أنظر إلى الصورة وأحاول أن أضعها مثلا في المكان المناسب. نشوف مثلا شنو هو الجزء من الروبوت اللي غادي يكون يعني مناسب لهذه القطعة هذه ولهذه الأداة. مثلا في هذا هنايا كنشوفوا هذا المسجل، ف يعني يليق أنه يكون يعني رأس للروبوت، ممكن أن يكون رأسا للروبوت. إذا فنضعه في الأعلى هنا، ثم أخذ مثلا هذا الجزء ديال المكنسة، إذن ممكن أن أضعه هناك يعني كتفين بالنسبة للروبوت. ثم أخذ مثلا هذا الجزء هذا، ممكن أن يكون كجذع لجسم الروبوت مثلا هنا في البلاصة هذه. ثم أبحث عن أشياء تليق لكي تكون يعني أطراف، مثلا بالنسبة لنا هذا يعني هذه القارورتين اللي هما متشابهتين، فهما طبيعة الحال ممكن أن تكون أو تشكلان طبيعة الحال أطرافا للروبوت. إذا أضعهما في الأسفل مثلا بهالطريقة هذه، ثم ممكن أن أستعين بهذه الصورة ديال السدادات ديال القارورة ديال العطر ونوضعهم كأرجل مثلا. إذا هنا في البلاصة هذه نوضعهم هنا كأرجل ديال قدمي يعني الروبوت. ثم ناخذ مثلا هذا معصم ديال الساعة أو يعني جزء من الساعة، جزء من شكل يعني الساعة. إذا لاحظوا بأن هذه الساعة هذه كانت عندنا يعني مكمولة، وقمنا طبعا الحال ب يعني قسمناها على جوج، يعني قسمناها إلى جزئين. إذا الجزء الأول ممكن أن نضعه هنا أو مثلا هنا، والجزء الثاني ممكن طبيعة الحال أننا نوضعه في الجهة المقابلة، نضع الجزء الثاني في الجهة المقابلة. إذا هذا هو الجزء الثاني فأضعه في الجهة المقابلة كي أحرص على التوازن ديال شكل الروبوت. ثم كيبقى لي هنا واحد الفراغ هنا ما بين الرأس والجذع ديال جسم يعني الروبوت، ممكن أن آخذ هذه السدادة ديال هذه القارورة ديال هذا العطر، إذا أقصها وأحاول طبيعة الحال أن أضعها بمثابة أن تشكل لي يعني رقبة الروبوت مثلا أو العنق ديال الروبوت. إذا كنوضعها هنا بهالطريقة هذه وكنوضع الرأس فوق منها. إذا حينما أستقر على يعني واحد التركيبة اللي كنشوفها على أنها مناسبة كي تكون يعني شكل روبوت، فطبيعة الحال ممكن أنني نبدأ في العملية ديال التنسيق. إذا ما يمكنليش نلصق في الأول حتى تكتمل الرؤية وأرى على أن الروبوت يعني مكتمل وأشكاله يعني متناغمة ومنسجمة فيما بينها، ثم أبدأ بعملية التنسيق. إذا غنبداو بالعملية ديال التنسيق. إذا ممكن أننا إذا حصلنا على هذه النتيجة هذه، ممكن أننا نزيد بعض الأكسسوارات. إذا شفنا مثلا على أن النموذج ديالنا يحتاج إلى بعض يعني الأكسسوارات، مثلا غنجي هنايا غادي ناخذ هذا الجزء من هذو خديتهم من العقد ديال المجوهرات. إذا ممكن أنني نستخدمهم كأعين للروبوت، مثلا نجي هنا ونلصقهم بالطريقة هذه ك العين ديال الروبوت بهالطريقة هذه. ثم ممكن أن ناخذ مثلا هذا الأكسسوار هذا مثلا اللي هو كان عبارة عن يعني البلاصة اللي كنديروا فيها المفاتح،
نسموها ممكن نزيدو هنايا باش يكون يعني كدرع بالنسبه للنافحه، لان عندنا مثلا روبو مضرره مثلا. اذا بالنسبه للقلم اللبد الاسود فكنستعملوه في حالات اذا كانت عندنا هذه يعني بعض القارورات ديال العطر او بعض يعني الادوات اللي استعملناها فيها بعض الاسماء او فيها بعض الكتابات، فكيمكن طبعا بحال اننا نقوموا ب يعني يعني ما تغطيتها باستعمال يعني هذا القلم يعني قلم اللبات الاسود باش يعني نتلافوا ان تكون بعض العبارات مكتوبه يعني في الروبو ديالنا. اذا كتلاحظوا هنايا نموذج ديال الروبوت. اذا كتلاحظوا كذلك على ان العناصر التي استعملناها ووظفناها في تركيب شكل الروبوت فهي من ناحية اللون متجانسة ومتناغمة فيما بينها ومتماهية، بحيث أنها أعطتنا يعني الشكل ديال روبو بطريقة هي بسيطة وبطريقة يعني فيها تسلية وفيها يعني اختبار لسعة الخيال ديالنا. عندنا نماذج أخرى قام بها يعني تلاميذ في حصص يعني أو في ورشات سابقة. عندنا النموذج هذا، كذلك عندنا هذا النموذج هذا. إذا هنا المكونات فكنلاحظوا عندنا مسجل، عندنا قارورة ماء معدني، عندنا كأسين، وعندنا هنا عجلة، وهنا عندنا واحد يعني واحد الحلي، وهنا عندنا يعني قاعدتي الكأس، الكأسين هذه في الكيسان القاعدة ديالو درناهم كأرجل. كذلك عندنا مثلا هذا النموذج هذا، تلاحظوا كيفاش كنا يعني فيه واحد القوة ديال التعبير على الروبو، كنلاحظوا بأن بحال أن الروبو يعني كأنه حقيقي. إذا باستعمال يعني فقط أدوات اللي هي بسيطة وأدوات اللي هي يعني ذات يعني كتكون هي عندها دلالة معينة، وحنا يعني كنبدلوا الدلالة ديالها وكنوظفوها في إطار يعني دلالة أخرى ودلالة مباعرة لدلالتها الأصلية. إذا كنظن بأن هذا العمل هذا فهو كيعطينا أو يمرن المخيلة ديالنا على اننا ما نبقاوش نشوفوا دائما الاشياء بطريقه يعني سطحيه، وانما ممكن ان نتعمق في رؤيه الاشياء وفي كذلك توظيفها ولا ادل على ذلك هو اننا استطعنا اننا نجمع مجموعه من الادوات ومجموعه طبيعه الحال من الاجهزه وظفناها في شكل واحد عنده دلاله اللي هي طبيعه الحال مغايره عن الدلالات التي يعني كانت عند الاشكال المكونه إذا بهذا القدر نكتفي، وأتمنى أن تكون يعني الورشة ديالنا والموضوع ديال الروبوت باستعمال يعني أدوات مختلفة وأجهزة وأدوات إلكترونية إلى غير ذلك تكون طبعا الحلقة نالت استحسانكم. أتمنى كذلك أن تجربوا هذا يعني هذه الورشة في المنازل ديالكم، وكنتمنى أنكم تكونوا غادي تستمتعوا إن شاء الله أو أنكم تستمتعوا بهذه الورشة هذه. وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.